السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأطفال، مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان وياي المتألق المبدع مهدي. مرحبا مهدي. مرحبا يا عمو فرحان، شلونك؟ يا أهلا وسهلا، شلون صحتك؟ أنا الحمد لله. يا أهلا وسهلا، أخبارك؟ لا بخير ما دام أنت وأصدقائنا كلهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طبعا مهدي جت ببالي فت شغلة اليوم، وهي قبل لا أحكي سالفة عمو فرحان تمام، أنه أستضيف صديق من الزمن القديم. حلو. اي ف بالضبط، فلشنو حتى نتعرف انه شلون ابائنا واجدادنا اجدادنا القدماء والعرب الكرماء شلون كانوا يعيشون، شنو هو تفاصيل حياتهم. جميل. احنا دائما نقراها بالتاريخ لكن صح. احنا ما شايفيها، فدزيت رساله قديمه على عنواننا الجديد. حلو. الرساله نظامها قديم على عنواننا الجديد، حتى يجي هذا الشخص العربي انه يكون ضيفنا في البرنامج. حلو حلو. زين، حتى شوف. عليكم السلام. اهلا وسهلا، هسه كنت احكي بيك، شلون صحتك؟ نتصافح بتحيات الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا عم؟ وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم كثيرا. انا سعيد جدا بكوني هنا معكم. يا اهلا وسهلا. ممكن نتعرفنا على اسمك واصدقائنا الاطفال ترى كلهم تشاهدوا؟ اكيد. اعرفكم بنفسي. رائع. في البدايه اود ان اتعرف عليكم في هذه الرساله، برنامج عمو فرحان. احسنت. هذه هي الدعوه الفضائيه. هذه هي الدعوه. صحيح. صحيح، هذه الدعوه انا بعثتها لحضرتك حتى تكون ضيفنا بالبرنامج. هنا عمو فرحان. عمو فرحان. أهلا وسهلا. أنا عمو فرحان. صديق مهدي. شكرا جزيلا. أحبك كثيرا. وأنا كذلك. شكرا لهذه الدعوة. أهلا وسهلا. هذه الدعوة سأتركها هنا. نعم. تبقى عندي. لا لا لا، خليها تبقى لأنه هذه دعوة مفتوحة. صحيح. تجينا بأي وقت. شكرا جزيلا. بما أنه برنامجكم أسئلة، لذلك سأترك اسمي للحلقة القادمة، ما رأيكم؟ سأعطي ثلاث خيارات ومن يعرفها يدخل الدورة. زين، أعطينا خيارات حتى نعرفها. يلا. الأول هو العم غسان. العم غسان. والثاني هو العم سعيد. سعيد. العم سعيد. والثالث هو العم رائد. العم رائد. أصدقائي الأطفال، عندنا سؤال لحلقتنا الجاية. غسان. العم غسان. أم العم سعيد؟ لأني مبتسم. سعيد. وسعيد. نعم. أنت سعيد وأنا فرحان. أي. جميل. أي. والعم رائد. رائد. يا ترى ما اسم الشخصية العربية اللي موجودة ويانا لهذا اليوم؟ ننتظر إجاباتكم يوم الخميس. يعني ربما نعم. نختلف في الهندان، في الملابس. صحيح. ربما نختلف بأشكالنا، لكن لا نختلف في ابتسامتنا. فأنا أراكم مبتسمين، وأتمنى أن يكون جمهورنا جميعا وجمهوركم ومبتسم دائما. جميل. أبتسم بوجه الغرباء ونبتسم بوجه من نعرف. من نعرف ولا من لا نعرف، نبتسم بوجوههم. نعم. أحسنت. أحسنت. أنا اليوم أريد أن أسمع هذه الأزياء، جميلة جدا. ألا تعطوني منها؟ أي دلل، بس المفروض أنه قياسنا يمكن ما يجي على قدك. المقاس لازم نروح للخياط ونشوف القياسات حتى. نعم. الخياطة، الخياطة مهنة قديمة. نعم. تعرفون أن الخياطة مهنة قديمة؟ نعم، الخياطة مهنة قديمة لأنها مهنة نبي الله إدريس. وكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله يخيط ملابسه بنفسه. بنفسه. جميل. حلو. جميل، معلومات جميلة. جميلة كلش. يا حلو. سلام مهدي. نعم. أنا الشخص العربي كلش حبيته. أكيد والله. أي والله. حلو جميل والله. يعني ما دك تفارقني أبد. أي. لا أفارقكم. أي. أبد. تواصل يعني. أبقى على تواصل. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. زين، شنو رأيك اليوم لو أنت تكون ويانا بالبرنامج؟ الى نهايه البرنامج وعندنا اسئله وعندنا اجوبه وعندنا اطفال صغار حيتصلون بينا. زين، وعندي ولد مشاكس راح يجينا فدي شويه اسمه سرحان. انا اطلعت على عندما اتيت الى هنا، اطلعت على بعض الحلقات ووجدتها على اليوتيوب. يوتيوب. ها اليوتيوب. نعم. من هاي من هاي. لكن من هاي. لا اخفيك بصراحه ان عيناي قد ذهبت من اليوتيوب. نظرت اليه كثيرا وأنا يعني شاهد حلقاتكم. يعني أنتم بالعصر القديم عندكم يوتيوب؟ لا. يوجد لدينا سيف ورمح ودرع.
أها. ونتعلم القراءة والكتابة وقراءة القرآن. أحسنت أحسنت. طبعا أنا اليوم سأحكي لكم قصة من الزمن البعيد. زين. أنا كلش أحب هذه القصص. أكيد. لكن القصص نخليها بعد صورة الأصدقاء. شنو رأيك يا صديقنا العربي؟ نعم نعم تفضل. حلو. أها إن شاء الله. أصدقائنا الأطفال مع ضيفنا لهذا اليوم. خلي نشوف الأرقام ستظهر أسفل. عفوا عفوا أنا شربت مي بارد. هاي هاي تضحكون عليه؟ لا لا. أنا مريض، شو أسوي؟ أنت تشرب مي بارد. أنت جبت لي مي بارد. أنا جبت لك. إي. لا مو حتى عم أقول أنت قاعد يجيب من المي حار. لا 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 أنت جبتها بارد. لا أنا ما جبت. ترى مهدي جابها بارد. لا أنا ما جبته. إي. إي. أصدقائنا الأطفال الأرقام ظهرت أسفل الشاشة، يا رب تطلع جملة مفيدة بدون قحة. ظهرت الأرقام أسفل الشاشة، اتصلوا بينا. اليوم عندنا ضيف جميل ويانا ومهدي ان شاء الله حيسجل الاسامي ان شاء الله ونشوف اول اتصال. يلا جانا اتصال. يابا يقول لك كلام الضيف واجب. ايه. فاول اتصال يروح لمن؟ ويا عمو غسان لو سعيد لو رائد. احسنت احسنت. اتصال الاول. لكن اتعلم منك يا عم فرحان. نعم. اتعلم منك كيف تجيب على الاسئله وكيف ترد على الاسئله. حلو. اتعلم منك تفضل. الاسئله راح تطلع عندنا نقراها وبعدين هو حيجاوبك، انت تسمعه هو يسمعك المتصل، وبعدين مهدي يسجل اساميهم، واذا كانت الاجابه صحيحه يدخل اسمه بالقرعه. ارجوك يا عم فرحان دع السؤال الاول عندك. السؤال الاول؟ زين مو انا اريدك انت، يعني كلام الضيف واجب مثلا على سبيل المثال. نعم لكن اكرمني في نهايه البرنامج ارجوك. اكرمك في نهايه البرنامج؟ نعم كما تقولون استر عليا. جميل جميل. عندنا اتصال؟ حسين من البصرة. حسين عبد الحسن من البصرة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا صديقنا حسين. جواك عم فرحان. يا أهلا وسهلا حسين. شنو اسم بابا؟ عبد الحسن. أهلا وسهلا حسين. تبي أصف مدي سلم عليك حبيب قلبي. أهلا وسهلا بيك. تحب سلم على الشخصية العربية الموجودة ويانا؟ نعم نعم. يا أهلا وسهلا. يلا يسلم عليك صديقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. قال عمو غسان. غسان شرفنا بك. اتشرف بكم كثيرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم لمتابعتكم برنامج عمو فرحان. انا وسهلا. يلا خلينا نشوف السؤال. يلا صراحه نشوف السؤال. السؤال يقول اين يوجد الدماغ؟ الدماغ في الرأس. اجابه صحيحه. اجابته صحيحه. احسنت احسنت. يلا صديقنا سمعنا مشاركه. للأسف قطع اتصال لكن الإجابة صحيحة ودخل اسمي أنا بالقرعة. دخل اسمي أنا بالقرعة. نعم. أول اسم. نعم شكرا جزيلا. كيف 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 تكرمني وتقطع الاتصال؟ لا هذا اتصال مو من عندنا انقطع، هذا هو أصلا شبكة؟ يعني إيه شبكة. نعم نحن نصيد بالشبكة السمك. لا لا مو الشبكة. لا لا الموضوع يعني مو شبكة السمك. ستتعبون كثيرا حتى نتكلم. تمام صح. لا احنا موجودين وياك إن شاء الله، أي شيء تحتاج احنا وياك، واحنا اي معلومه قديمه نحتاجها ناخذها من عندك. شكرا شكرا. خذ الاتصال. يلا يلا مهدي. يلا عندنا اتصال اخر. تبارك من كربلاء المقدس. اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا تبارك شلونك؟ زين الحمد لله رب العالمين. زين تبارك شنو اسم بابا؟ وليد. تبارك وليد. زين جاهز للسؤال؟ نعم. زين قبل ما نروح للسؤال يا حبذا انه ترحبين بضيفنا اليوم الا وهو الشخصيه العربيه. يلا سلمي عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. اهلا وسهلا بكم، كيف حالكم؟ نرحب بكم في برنامج العم فرحان وسؤال مع مهدي. نعم يلا جاهزه السؤال ان شاء الله؟ ان شاء الله. يلا خلينا نروح نشوف السؤال. يلا شوي حماس. نعم. اين يوجد الجهاز الهضمي؟ نعم داخل الباطن. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه موفقه بالفعل. يلا نسمع مشاركه من عندك. شنو حافظه؟ يلا لغتي. يلا لغتي لا تلمني في هواها انا لا اهو سواها لست وحدي يرتديها كل ذنيا ومفتاها نزلت في كل نفس وتماتت في دماء وبها الأم تغنت وبها الوالد فاها وبها العز تجلى وبها العلم تباها. لغة القرآن هذه. لغة القرآن هذه
رفع الله لواها. احسنتي شكرا جزيلا. احسنتي احسنتي. والاتصالك واكيد اسمك دخلي وانا بطلع. شكرا جزيلا. اكيد اكيد. يلا سعد عندنا اتصال ثالث حيكون ويا عرفتوا الطريقه. عرفتوا الطريقه. يلا. ام البنين من ذي قار. السلام عليكم يا ام البنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ رائعة جدا. صوت جميل. يا اهلا وسهلا بصديقتنا. اسمه عمو فرحان. هذا عمو فرحان. نعم. لا مو هي يعني لا تعرفني يعني فهمت بعدها. نذهب الى السؤال. ما رايك؟ زين خلينا ناخذ اسم بابا. اسم الوالد. اسمه الوالد. نعم ناخذ اسم الوالد. نعم. أحمد. جميل. في اي صف انت؟ ها؟ في اي صف انت؟ مسجل. لم تسجل. اذا نسمع منك مشاركه جميله. احسن. هيا نسمع مشاركه نسهل عليه الموضوع. احسن. يلا مشاركه. اسمع مشاركه جميله. بابا اكون لوليك حجتي ابن حسن صلواتك علي وعلى ابائي في هذه الساعه وفي كل ساعه خلينا حفظة وقائدنا ناصرة عددينا علما حتى تحسنا بك طاعة من التعافية طويلة رحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا جزيلا لك يا جميلة. شكرا جزيلا لك يا جميلة ولهذه مشاركة الجميلة التي تشبهك تماما. أحسنت. أحسنت جميل جدا. أحسنت والله يا أخي. أنا حبيتك. أي والله. أي والله صح. أنا أحببتكم كثيرا. السلام عليكم فاطمة من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا فطومة. فطومة بيصف رابع. بالتوفيق إن شاء الله. خلينا نشوف السؤال. كم عدد حروف اللغة العربية؟ كم عدد حروف اللغة العربية؟ يلا الاختيارات أخليها قد؟ قد؟ 29 قلتي؟ شو تقول يا صديقنا العربي؟ 28 أم 27؟ يلا بسطها. 28. جابة صح. 28. يلا إجابة موافقة. مشاركة. يلا. 28. يلا مشاركة مشاركة. أنا وجدي يا بنتي أكون كراسي بوقت الأدب يا أولاد يا بنات حيا سلا في كل وقت واحد توجيها لله. السلام عليكم ورحمة الله. من ويانا؟ ورحمة الله وبركاته. زهراء صادق من كربلاء. زهراء صادق من كربلاء المقدسة. أهلا يا زهراء. زهراء أنت بأي صف؟ سادس. أها كل التوفيق إن شاء الله. جاهزة للسؤال إن شاء الله؟ نعم. زين يلا خلينا نروح نشوف السؤال. يلا هذا السؤال سهل. يلا السؤال يقول ما الذي يحتاجه النبات لينمو ويكبر؟ شنو اللي يحتاج النبات على مود ينمو ويكبر؟ نعم. الماء والهواء والشمس. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. أحسنتي. إجابة صحيحة موفقة مشكورة جدا. زين نسمع مشاركة. شنو محضرة؟ صحيح. يا صاحب الزمان يا حجة الرحمن متى متى نراك أروح أفجاك متى يكون الفرج متى إلينا تخرج قد كثر الفشار يا صاحب الزمان. أحسنتي. وملأ الأوطان. اللهم عجل وليك الفرج. نعم شكرا جزيلا لك والمشاركة الجميلة جدا واكيد اسمك دخلي وانا بفرع. نعم نعم شكرا أكيد جزيلا. اكيد عندنا اتصال. نذهب الى اتصال اخر. عباس من كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباس كيف حالك؟ الله يخليك. شكرا. وعليكم السلام. حفظك الله حفظك الله. يا عباس ما اسم الوالد؟ ما اسمه؟ وعليكم السلام. اسمه عليك السلام. ما اسم الوالد؟ تلفزيون عالي يخفض صوت التلفاز. عبد الإمام. أخفض أخفض صوت التلفاز. عبد الإمام. في أي مرحلة دراسية أنت؟
في أي مرحلة دراسية؟ عبد الإمام. نعم يا عبد الإمام، عباس عبد الإمام. في أي صف أنت؟ من كربلاء. في صف كربلاء. في صف كربلاء. نعم. في السادس. نذهب إلى سؤال مباشرة. هيا نذهب إلى السؤال. والسؤال هو، نعم نعم فهمتك، أخفض صوت التلفاز لو سمحت. والسؤال هو ما هي طرق التكاثر في النباتات؟ ما هي طرق التكاثر في النباتات؟ طرق التكاثر في النباتات ما هي؟ يعني شلون تتكاثر النباتات؟ يعني كيف تتكاثر النباتات يا عباس؟ طرق التكاثر بالنباتات؟ عن طريق شنو؟ شنو اللي نسويه حتى تكون نباتات كثيرة؟ ها؟ ترى سهلة؟ النمو. لا والزراعة. النمو والزراعة. يا عمو فرحان ساعد. يعني عن طريق شلون مثلا يعني؟ يعني النبات هو شيء يطلع لو اكو شنو بذور يعني او شنو ما اعرف. هو قال عمو فرحان هسه. يعني ايش تزرع انت؟ هاي اللي تغرسها بالارض شنو هي؟ البذره او الاقلام او الاغصان. احسن اجابتكم موفقه او الفسائل. الان نسمع منك. صحيح الاقلام والفسائل والمساحات. لا 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 بالاقلام والوسائل. نعم نعم نسمع منك الان مشاركه جميله كجمال وجهك. هيا لدي شعر للحج الشعبي. نعم احسنت. هيا يا صديقي مهدي قل لهم ان يخفضوا صوت التلفاز لو سمحت. ما صوت التلفزيون صديقي؟ راح خزر الطف اتعب ظهر ابوه. يلا كمل. كون اسمع يقول لا ما انطماي انا هذبح شايتي واعبر لجيل ياهو يكسر كلمته ويخلف لراي. اصلا غير ملطان يشرط عليه وكان يرجف مني امر يم ضواي. هو زين العلقم وجايب سقاع خلى يحكي بوجه لا يحكي بقفاه حالف بعصاب تشوف روح ابوي الا نهر العلقم ويوقف وراي. احسنت مشاركة جميلة ورائعة يا صديقي. شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الطيبة والمشاركة الجميلة التي هي كجمال وجهك. شكرا جزيلا. نعم شكرا شكرا جزيلا. شكرا. يلا عندنا اتصال. فاطمة من بغداد. الو السلام عليكم فطومة. وعليكم السلام. يا وسهلا فطومة. فطومة تبي اصف؟ سادس ابتدائي؟ بالتوفيق ان شاء الله. وخلنا نشوف سؤال صديقتنا فطومة. احد الخضروات المفيدة، اذكر احد الخضروات المفيدة لجسم الانسان. كيفك يلا؟ نعم. خضروات ماكو؟ لا خضروات خضروات. يعني هي اغلبيتها مفيدة او كلها مفيدة. عددين نفت قسم منها. المعدنوس. ايه؟ تقول المعدنوس؟ المعدنوس صحيح. بعد؟ بعد. البرتقال. لا البرتقال فواكه وليس خضروات. يعني ركزي على الخضار. الكرافوس ايه؟ صحيح. بعد وحدة؟ النعناع. النعناع ما شاء الله. يلا. نعم نعم شكرا 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 جزيلا. فعلا هذه بها كمية من الحديد ومفيدة لجسم الإنسان. نعم. يلا سمعنا مشاركة. نعم. يلا نسمع. مطروح الوليد جديد من حسن اللهم صل على محمد وعلى محمد. احسنتي بارك الله فيك. رائع جدا. يلا عندنا اتصال اخر. علي مين؟ علي من صلاح الدين. الو السلام عليكم. السلام عليكم علي. وعليكم السلام. اهلا يا علاو. علاو قبل ما نبدي بالاتصال وياك من صوت التلفزيون. وعليكم السلام. حبيبي من صوت التلفزيون. من
يلا نصير عافيه شطوه زين علاوه انت باي صف ثاني كل التوفيق ان شاء الله زين جاهز السؤال ان شاء الله نعم بالفعل وروح نشوف السؤال ما هو مصدر الضوء والحرارة؟ ما هو مصدر الضوء والحرارة؟ الشمس. ماذا تقول يا عم فرحان؟ الشمس يا ولد. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إجابة رائعة. نعم. إجابة صحيحة موافقة بالفعل. يلا نسمع مشاركة. شنو محضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. احسنت احسنت. رائع يحفظون القران بطريقه مميزه ورائعه. احبكم كثيرا على هذه القراءه المميزه والرائعه يا اصدقائي واريدكم اكثر واكثر تتنشطون وتقرؤون قراءه صحيحه. القران احسنت. شكرا جزيلا. صديقنا هم كان عندكم مدارس خاصه للقران الكريم واللغه العربيه؟ نعم. أم كان عندكم مدارس خاصة لتعلم القراءة؟ بالتأكيد ونحن نحفظ القرآن. نعم نحفظ القرآن ونقرأ القرآن بصورة سليمة وصحيحة لأن لغتنا الأم هي اللغة العربية الفصيحة. زين تقدر تسمعني فد مقطع من الآيات الصغيرة يعني هنا عندنا شنو أصدقائنا الأطفال؟ يحفظون الآيات القصيرة يعني الجزء 30. نعم نعم الجزء 30 الذي يبدأ بعما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أحسن صدق الله العلي العظيم. أحسن أحسن هذه القراءة الجميلة جدا كلش حلو. زين عاد اتصال آخر. يلا يلا اتصال من سكينة جبار من كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سكينة كيف حالك؟ وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك يا سكينة. والسكينة هي الهدوء والطمأنينة. أنت عاقلة ورائعة أليس كذلك؟ نعم. وهادئة وطيبة. وفي أي مرحلة دراسية أنت؟ في أي صف أنت؟ بالسادس. بالسادس بالسادس. نعم نذهب إلى السؤال. مستعدة؟ نعم مستعدة للسؤال. ونذهب للسؤال يا عم فرحان. نعم يلا سؤال يقول ما هي صلاة الآيات؟ صلاة الآيات. نعم. ما هي صلاة الآيات؟ شنو هي صلاة الآيات؟ عندما تصير إيه؟ نعم. يلا كملي. عندما تصير حوادث وكوارث. إيه صحيح. زلازل. زلازل والعواصف. عواصف. نعم. فيضانات. أحسنتي. أحسنتي أحسنتي. إجابة موفقة ورائعة. والآن نسمع منك مشاركة. جميلة مشاركة جميلة. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فأمر ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا في برنامج عم فرحان. شكرا 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 يا سكينة. شكرا شكرا. عفوا عفوا أنا اليوم مصاب بالزكام فشي مو طبيعي. إيه الله يسعدك. سيد المخرج شنو رايك لو ناخذ صور الاصدقاء؟ يا اصدقائنا كلهم ينتظرون. اصدقائي طبعا عذرا حيجي ابني سرحان. نعم. فاخاف يسوي فتشي مثلا. انا اذهب عندما ياتي سرحان اذهب. لا 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 بار تعرفه. لا مو اني مو اني مطمئن حعرف سرحان لان انت موجود. انت رجل وقور. نعم. نعم سرحان جميل. اي لكن سرحان فاني فاني شريد اذا كنت تبقى يم سرحان لانه اخاف يسوي شيء حتى انت موجود يمه. هو طيب هو طيب ان شاء الله. انت هم طيب ان شاء الله والجميع. اصدقائي الاطفال حيجي سرحان لكن بعد ما نشوف صور الاصدقاء ورا صور الاصدقاء اكو مفاجاه محضرناها صديقنا العربي. يلا اصدقائي صور الاصدقاء يلا.
نعم تمام. هلا مجدي جوانك. هلا امينو. عفوا سرحان امينو. سبايدر مان سبايدر مان اجا اجا سبايدر مان سبايدر مان سبايدر مان صديقي سبايدر مان سبايدر مان الرجل الشجاع. يا سلام يا سلام. سرحان بس بس اسمعني بداية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سبايدر مان، شلون صحتك؟ ماذا يقول؟ سبايدر مان هذه شخصية. من سبايدر مان؟ شخصية انه كرتونية دائما يحقق يعني ينتصر على الباطل وهو هو اللي يكون الحق. نعم. يمثل الحق. اي نعم. وينتصر على الباطل. وينتصر على الباطل. الخير والشر. نعم. لكن سرحان هسه الخير والشر موجود منذ أمد بعيد. اي صحيح. بس سرحان هسه يتوقع انه انت سبايدر مان. لا 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 انا سرحان. انا سبايدر مان. سبايدر مان. لا لا يا صديقي. لا لا. يا اسمع سرحان كيف نعم. حالك؟ اهلا وسهلا عمو سبايدر مان. ما هذا الذي في يدك؟ هذا شاكوك مال محكمة. هاي شيء. محكمة. مطرقة. مطرقة. اي مطرقة. مطرقة رائعة جدا. صحيح طمرقة. يا سرحان انا جئت بطلب منكم بهذه الرسالة. عمو فرحان كانت من الوالد. صحيح. صحيح. جئت إلى هنا من زمن بعيد. يعني أنت عمو قديم. أي عمو قديم. وهذه الملابس من الزمن البعيد. شخصية يعني عربية. قديمة. يعني هذول كل شيء بالقديم بالكتاب والتاريخ. عافية. مو صحيح؟ نعم صحيح جدا. صحيح جدا. صح. صحيح جدا. صحيح أنا قرأت عنك وايد بالتاريخ. جيد. وأنت صحيح. جميل في التاريخ وتحضر وتقرأ أليس كذلك؟ أي صحيح. ويحب مادة التاريخ. نعم. أي نعم. وأنا أحبك كثيرا. أنا ما أحبك. حلو. هاي شنو اسمها هاي أنت تلابسها هاي؟ هذه؟ نعم. هذه لها تسميات كثيرة. نعم. سأشرحها لك بعد انتهاء البرنامج. نعم. صدق يقولون. وسأشرحها لأصدقائي في الحلقات القادمة. زين. نعم. عمو صدق يقولون. انتوا يعني قبل عندكم حكايات جميله وقصص جميله. نعم وحدثت معنا هذه القصص وفي زماننا وهناك الكثير من هذه القصص. يعني وياهم صايره. نعم اتحب ان احكي لك بعضها. ايه شنو رايكم اصدقائنا نسمع هاي القصه؟ يا ريت والله. يلا خلينا نسمع قصه من عمو العربي. نسمع قصه وانتم مستعدون لسماع قصه يا اصدقائي اليس كذلك؟ نعم. ساحكي لكم هذه القصه الجميله والحكايه الجميله يا اصدقائي. في زمن بعيد مر أحد الملوك على صبيان يلعبون. صبيان يعني أطفال يلعبون في الشارع. فمر هذا الملك بقافلته الكبيرة على هؤلاء الأطفال. ففر الأطفال من بين يديه. هربوا الأطفال هربوا من هنا وهناك. ولكن ظل طفلا واحدا ثابتا في مكانه ولم يتزعزع ولم يتحرك من مكانه. قال له الملك: أيها الطفل الصغير لماذا لم تتحرك من مكانك؟ ألا تخشى هذه القافلة؟ ها؟ فقال له الطفل: لا يا سيدي لا أخشى منك أبدا. أولا الطريق ليس بضيق يتسع للكثير، وأنت يبدو عليك أنك لا تظلم، فلما أخاف منك؟ أنا لا أخاف منك أبدا. تعجب الملك من كلام هذا الطفل وقال له: ما اسمك أيها الصغير؟ قال الطفل: اسمي هو منصور. قال: وأين تعمل؟ قال الطفل: أنا هنا أدرس القرآن الكريم. قال الملك: وماذا تعلمت اليوم؟ قال الطفل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. هكذا كانت الآية. وهنا تركه الملك وذهب في سفره وكان خارجا للصيد يا أصدقائي. في هذا اليوم يا أصدقائي خرج الملك واصطاد الكثير والكثير. وهنا قال لوزرائه وقال لأصحابه: ربما الكثير. وهنا قال لوزرائه وقال لأصحابه: ربما لأننا مررنا بهذا الطفل الصغير لذلك اصطدنا الكثير. ما رأيكم بأن نرجع إليه ونسمع منه ونتعلم؟ الملك يقول: نتعلم من هذا الطفل لأنه لماذا وجده ذكيا. أنتم أيضا بإمكانكم أن تكونوا أذكياء وتتعلمون كثيرا. رجع الملك بنفس الطريق يا أصدقائي. وهنا لم يجد الطفل ولم يجد الأطفال. ماذا يفعل؟
سأل وتحرى وذهب إلى مكان هذا الطفل. وهنا يا أصدقائي دخل ووجد معلم القرآن الكريم، قال له: هل لديكم طفل اسمه منصور؟ قال المعلم: لا، لم يكن لدينا طفل بهذا الاسم. هنا يا أصدقائي تعجب الملك وقال: أريد أن أرى الأطفال. دخل الملك إلى صف الأطفال ووجد الأطفال جالسون، ووجد الطفل الصغير في نهاية القاعة. أين وجدها يا مهدي؟ في نهاية القاعة. نعم، هنا يا أصدقائي قال: أنت؟ قال الطفل: أنا؟ قال: نعم أنت يا منصور. قال الطفل: لست منصور، أنا لست منصور. قال: عجيب، أنت قلت لي أن اسمك منصور. قال: لا. قال: إذن ما اسمك؟ قال: أنا اسمي عابس. تعجب الملك وقال: أنت تكذب علي. قال: لا يا أيها الملك، أنا لا أكذب عليك، كان صفتي هي منصور، أما اسمي هو عابس. قال الملك: وماذا تعلمت اليوم؟ قال: تعلمت بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هنا استدار الملك وقال: لهذه الحكمة التي منك اليوم سأعطيك هدية، وهديتك 1000 درهم. هنا قال الطفل: لا يا سيد الملك، أنا لا أخذ النقود أبدا، ارحمني أرجوك. تعجب الملك وقال: لما لا؟ لما لا تأخذ النقود؟ قال الطفل: لأن أمي ستحاسبني. قال الملك: وكيف ستحاسبك؟ قال: لأنها تقول لا أصدقك، كيف الملك يأتي ويعطي لك فقط ولم يعطي للأطفال؟ هنا استدار الملك وقال: يا لها من حيرة، اعطوا للأطفال كل واحد منهم 100 درهم. وأعطاهم كثيرا وقال للحرس: هيا بسرعة هيا بسرعة، هذا سيأخذ كل الخزينة. وهرب الملك بعيدا عنهم. في هذه القصة يا أصدقائي ماذا تعلمنا وماذا تعلمتم؟ والله جميل. أقول لكم يا سرحان ويا مهدي ومهدي، أقول ما رأيك يا سرحان؟ أنا عجبتني شخصية هذا الطفل الصغير، كلش حبيته. صح. شخصية جميلة. نعم، هي شخصية جميلة رائعة جدا. زين عمو، أنا عاد أسمع من عندك الحكمة بالضبط. الحكمة من القصة. النقطة الأولى يا سرحان أن هذا الطفل عندما أتى الملك من البداية كان لا يخف أبدا. لذلك علينا أن نعلم أطفالنا، وأن الأطفال أيضا يتعلموا الشجاعة. صحيح. بما أنكم لستم مخطئون، لذلك عليكم أن تعيشوا حياتكم بكل شجاعة وصبر وإخلاص. جميل. هذه النقطة الأولى. نعم. أما النقطة الثانية فهي عندما أتى الملك في الصباح لم يرد أن يعكر عليه صفو سفره، فقال له: اسمي منصور، ولم يقل له: اسمي عابس. نعم يا أصدقائي، ليس كذلك؟ صحيح. نعم. صحيح. وهنا علينا عندما نخرج في الصباح أن نلاقي الناس بالابتسامة. صحيح. ونلاقي الناس بالكلمة الطيبة. صحيح. حتى وإن كنا نحن في حالة مزاجية غير جيدة. صح. علينا أن نواجه الناس بالكلمة الطيبة. أيوة. والكلمة الصادقة والابتسامة. والنقطة الثالثة هي أين؟ عندما أحس أنه سيحصل على الهدية لم يأخذها وحده، وإنما تشاركها مع الآخرين. لذلك عليكم يا أصدقائي أن تتشاركوا الهدايا والأشياء الجميلة مع الأصدقاء، ولا تكونوا أنانيين أبداً. صحيح. صحيح. جميل جداً والله. يا سلام. حلو. يا سلام. أنا كلش أشكرك على هذه القصة الجميلة. نعم. الرائعة. يا سلام سرحان، سمع قصة كلش حلوة. فرح جداً. فرح جداً. فرح. صحيح. جداً لأنك ابتسمت ولأنك فرحت ولأنك معجب بهذه القصة. كلش كلش. زين، ممكن تعطي المهدي 1000 درهم ونتقاسم أنا ومهدي؟ أنا مشغول جدا الآن، سأذهب وأعود في وقت آخر. لا لا لا، أنا ماري ما يدفع. يمزح. أتعلم أن الدراهم والدنانير هي ذهب وفضة؟ ذهب وفضة كانت. صحيح.
يعني مو مثل عملتنا ورق؟ لا ليست ورقا إنما ذهب وفضة، وتريد أن أعطيه ألف دينار؟ ألف دينار؟ ألف دينار؟ ألف دينار؟ شوف سويت ده بطني تعال تعال بطني تعال ما به يضحك كبير يضحك جميل شكرا شكرا لعمو على شكرا عندنا اتصال ويا عمو زين يلا معي اتصال من علي الصادق من كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علي. عليكم السلام. اهلا ومرحبا بك يا علي. في اي مرحلة دراسية انت؟ في اي صف انت؟ بالخامس. ها في الخامس الابتدائي ومستعد للإجابة صحيح؟ نعم مستعد للإجابة. ونذهب إلى سؤال. هيا واسع. أحد الحيوانات المفترسة، أعطني اسم أحد الحيوانات المفترسة. الأسد. الأسد إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. والنمر إجابة صحيحة وموفقة. شكرا جزيلا لك ونسمع منك مشاركة. نعم مشاركة. هيا يا صديقي دخل اسمك في الدورة ونسمع منك مشاركة. مشاركة نعم. يا مهدي الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير ملوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق يسألون والسائل والمحروم والذين في عذاب ربهم مشفقون الذين إن عذاب ربهم غير مأمون. أحسنت شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لمشاركتك الجميلة ودخل اسمك معنا وإن شاء الله نتمنى لك الفوز يا صديقي. نعم أو السلام عليكم. عليكم السلام. أنت حسن أنا ما عرفت شي معكم حول. جميل جميل جدا أنت. رقية من بلد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا رقية. رقية شنو اسم بابا؟ حكمت. حكمت رقية يا صاف رابع. أنت هم تحبي مثلي الضيف الجميل اليوم؟ نعم. يا تنام خلينا نشوف السؤال. السؤال يقول ما هي الحيوانات من الحيوانات القارضة؟ هو الأسد. القارضة القارضة المنقرضة قصدك. لا القارضة ما دي هذا شيء. الفأر. منو؟ الفأر. الفأر إيه أبا صحيحة. أصبر منقرضة. أنت ما شايف توم وجيري؟ لا صحيحة. يلا أنت خلي إيه نسمع مشاركة. شوف الممرضة. يلا نظر. الممرضة. نعم. رأيتها نظيفة نشيطة خفيفة وأداء رحيم وعطفها عظيم لطيفة الكلام تعمل في نظام تطفو بالدواء في الصبح والمساء وتأخذ الحرارة بغاية المهارة لكفها الشفاء يبعثه الرجاء لقلبها حنانه يبثه لسانه. يا تنام يا تنام. هذه متاركة جميلة جدا كلش حلوة. نعم غدير من كربلاء المقدسة. ألو السلام عليكم. يلا أهلا تنام. يلا يسلمون على عمو. على عمو تنام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك يا حلوة. أهلا وسهلا. السلام عليكم. كيف حالك؟ رمادي غدير. نعم أهلا وسهلا بك. ما اسمك؟ ما اسمها يا غدير؟ غدير غدير. نعم غدير مع مهدي. هيا يلا شنو اسم بابا؟ غدير شنو اسم بابا؟ غدير. عيدي لي اسم بابا شنو؟ حسن. غدير حسن. زين يا غدير انت بيا صف؟ بالثالث. اها كل التوفيق ان شاء الله. جاهزه للسؤال؟ ايه يلا خلينا نروح نشوف السؤال. بالثالث. يلا هذا السؤال. هيا هيا تقطيع الاسد تقطيع طعامه بواسطه شنو؟ شنو يقطع الاسد طعامه؟ هل بواسطه
الشوكة والسكين أم بواسطة أسناني؟ بواسطة أسناني. أسناني. يا الأسد ما تحكي علي أنت. إيه الأسد الأسد. الأسد يلا. أنتي أسناني هات ما بطلع هاي مادي أنت. يلا مشي. آه معي يلا. يلا صديقتنا تنتين المشاركة. المشاركة سيلا. أسأله. يلا حلو. إيه. يلا تقرأ آية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يعدون عبدا ولا يتعبهم في السماوات والأرض. وهو ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسن. ولا يؤوده. متمنى لك قراءة أفضل بالحلقة القادمة. لكنه بعد ظنوني بعد. وأكيد اسمش دخلي أنا بقرأ يا غدي. شكرا. زين. يلا طيب. يا مدي. عندنا اتصال طيبة. لا عمو. العمو. هو شنو اسمه؟ زين. عمو اسمه غسان. لو سعيد لو رائد. يعني تنو ما يعرف اسمه يعني تنو لا مو ما يعرف اسمه تنو سرحان هو احنا سويناها شبه الحزوره للاصدقاء زحوره الحلقه القادمه يا سرحان للحلقه القادمه لازم نعرفه يعني انتم سويتوه على شكل زحوره حزوره ايه حزوره وليس زحوره زحوره سازحرك نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا طيبه من كربلاء كيف حالك يا طيبه شنو اسمك الحمد لله زينه الحمد لله يا طيبة ما اسمه بابا؟ مرتضى نعم مرتضى طيبة مرتضى مستعدة للسؤال في أي مرحلة دراسية أنت في أي صف؟ أول ابتدائي في الأول الابتدائي نذهب إلى السؤال ونرى وستكون الإجابة منك بالتأكيد جميلة ورائعة هيا نذهب من هي أم أبيها؟ من هي؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها إجابة صحيحة وموفقة ونسمع منك مشاركة جميلة هيا يا ناس إني مسلم يحبني معلم بالسورة القرآن أوحده الرحمن شعاري التوحيد وعنه لا أحيد وقل هو الله أحد عقيدتي إلى الأبد نبينا محمد وهو الرسول المرسل جاء بدين الحق وبالهدى والصدق نعم جاء بدين الحق وبالهدى والصدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله أحسنت يا وردة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الجميلة صحيح شكرا جزيلا المشاركة الرائعة يا زهراء حازم الديواني السلام عليكم عليكم السلام يا سلام صديقنا الزهراء شنو بابا زهراء حازم يا صاف ياسف راحت للرابع نعم راحت للرابع ان شاء الله يا خلينا نشوف السؤال هذا السؤال سيطلع سؤال ما اسم ابرد قاره في العالم ابرد قاره بالعالم القطب الجنوبي لو القطب الشمالي يلا القطب الجنوبي إجابة صحيحة يا سلام إذا تروحين القطب الجنوبي اللي بسي قمصة زين ها أوروبا إذا تروحين القطب الجنوبي اللي بسي قمصة زين قلنا ما يخالف يلا عشان ما تلبس قمصة لا عشان ما تطاحها هسه سوري بعض يقول لك سرحان عندما تذهبين إلى القطب الجنوبي ارتدي قمصة نعم. صح اي يا باردة يلا اما تشاركة امي احب الناس لامي وانظر روح تبيني وكم الليلة قامت على مهدي تغطيني بصوت هاد وعذب وانساب تغنيني تخافوا علي كمي تخافوا علي من برد ومن حر فتحميني كملي اكتفي يا مهدي بهذا القدر هي رائعة صح هي رائعة يا مشاركة جميلة يا سلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا
زين. يلا اصدقائي الاطفال اني حروح اخذ جوله ويا عمو الضيف. يلا روح سوا. اريد اراوي له يعني حارتنا الجميله. لكن نروح كرتون بما نفطر انا وعمو نشوف الحاره الجميله. نروح كرتون. يلا يلا خلينا نشوف. شكرا شكرا لطيب الدعوه. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم التعليمي المنوع مختبر الصغير، والذي سنقدم لكم فيه مجموعة من التجارب العلمية المسلية التي نرجو أن تنال إعجابكم. وتجربتنا لهذا اليوم هي تجربة بسيطة وطريفة عنوانها الماء يمسك البالونة. وهل يعقل ذلك؟ ماء يمسك بالونة؟ نعم، الماء يمسك البالونة. فهل سمعتم يوماً أن الماء يستطيع أن يمسك البالونات؟ تعالوا معنا نقوم بهذه التجربة لترون كيف أن الماء له قدرة على مسك الأشياء ومنها البالونات. الأدوات المطلوبة: 1- بالونة، 2- خيط طويل. طريقة العمل: أولاً انفخ البالونة واربطها بالخيط، ثانياً حرك البالونة مثل البندول واجعلها تصطدم بتيار الماء المتدفق من الحنفية. ستشاهد أن تيار الماء أمسك البالونة وجزء منه انحنى أسفل البالونة، وستشعر بقوة شد الماء كذلك. عزيزي المشاهد، إن تيار الماء ينتج ضغطا خفيفا بينه وبين جانب البالونة الملامس له، والضغط الجوي خلف البالونة وخلف تيار الماء يمسكهما معا، وستشعر بشد قوي لحد ما لأن البالونة دخلت في تيار الماء، فيقع جزء منه على جانب البالونة العلوي، ويجب أن يوازن شدك إلى أعلى فعل وقوة الماء على هذا الجانب العلوي، وكذلك وزن الماء الملاصق للجانب السفلي منه. وبهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نرجو أن تكون قد أعجبتكم، وحتى نلتقي في حلقة جديدة لكم منا أجمل منى والتحيات.
عمو زين، هي شنو نوعية سيارتك؟ لم يكن لدينا لم يكن لدينا سيارة كما تقول. بعد شلون تروح تجيب صمون؟ كنا نتنقل إما عن طريق الصمون كنا نتنقل إما عن طريق المشي، أجسامنا قوية، أي مشي قوي، نشرب الحليب، نعم حليب، شوف الأشياء الجيدة، نعم، وليس كأنتم الآن. يعني إذا كان يسأل راح أجيب الفواكه وشرب الحليب أيضا. هذه الأمور التي تنمي الجسم الغازية. وننتقل عن طريق الحصان مثلا، والبعير الذي تسمونه الجمل، وسفينة صحراء. صحراء إذا نمشي به ونقطع مسافات بعيدة. ما هذا؟ أي حيوانات تعب. أقول لك شيئا، ربما أنتم توارثتم يعني الأبناء عن الآباء، عن الآباء، عن الآباء، عن الآباء. نعم. الخوف من من؟ الخوف من العقارب، والخوف من الحياة. نعم. ولكن لم تخافوا من السيارة، والطيارة هي أخطر من الحية. صح. الحية لا توجد في هذا المكان. صح. الذي أنت فيه. ولكن توارثتموها، لأن مثلا كانوا يخافون منها لأنهم كانوا يعيشون في البساتين مثلا. صحيح. أما أنتم تعيشون الآن بهذه الأماكن الجميلة. صحيح. ولا يعني توجد لذلك عليك أن تخاف من السيارة بدلا. نعم. يعني أنتم قبل كنتوا تروحون تجيبون تصمون على الحصان. رائع جدا، وأوصيك أن تذهب يا سرحان وأن يأتي العم فرحان. نعم. ياش عم تروحون تجيبون صمون. أنت تذهب وتأتي بالصمون. إن شاء الله إن شاء الله. حتى اليوم أنا عزمك على العشاء يمنا. هذه المطرقة إلى الآن لم تعمل بها شيئا. هذه مطرقة هو محكمة. 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 هو قاضٍ. عندنا اتصال ويا عمو. اتصال. مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلم. كيف حالك يا مسلم؟ اهلا وسهلا بك يا مسلم، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك. نعم. لم تسجل. لم تسجل. خلينا ناخذ اسم بابا وعطينا مشاركة. نعم. مسلم قاسم نستمع منك الى مشاركة. نعم الو مشاركة. مشاركة يا مسلم. اللهم اشكر حجتي وليك الحجة ابن الحسن على آبائي. أيوة. شكرا جزيلا لك يا صديقي. يا أختي يلا يمين. شكرا يلا شكرا. أهلا السلام عليكم. يلا ألو. السلام عليكم. شلونك عمو؟ يا لا أنا مو عمو، أنا سرحان معرف أنتي. سرحان معرف أنتي. الو عمو انا صديقه البرنامج البارحه وشاركت. يلا وسلني البارحه واليوم وعقب باكر ان شاء الله. يعني احنا سعيدين بكم. شنو اسمك؟ اسمي مريم. يا مريم. مريم انت ياصف. مريم بالسادس. عندك سؤال؟ يلا. من معاجز نبي الله موسى عليه السلام هي موسى عليه السلام هي شنو هي المعجزة؟ يلا النبي موسى ساعدها عمو؟ نعم نساعدها. زين اعطيها اختيارين. كليم الله. لا المعاجز من معجزة. شنو هي المعجزة؟ يلا النبي موسى ساعدها عمو؟ نعم نساعدها. زين اعطيها اختيارين. كليم الله. لا المعاجز من معاجز نبي الله عيسى عليه السلام. كانت كهذه هذه. ما هذه التي في يدي؟ العصا. نعتبرها عصا. يلا. نعم. العصا وانشقاق ال. هيا. العصا كانت تتحول إلى ماذا؟ نعم. العصا تحولت الى شنو؟ صحيح. يا سلام. يا سلام. شكرا عمو للتوضيح. شكرا جزيلا لك يا سرحان. يلا اريد منك المشاركه. نستمع الى مشاركه. مشاركه مشاركه مشاركه. لا اسف انا اول مره اسمع مشاركه طوط.
انقطع الاتصال كما تقولون يا سرحان. ايه صوتي منو؟ صوتي انا لا عوض. لا صوتي سنارة. ايش اسمه؟ شبكة؟ شبكة. شبكة سنارة. يلا مصطفى مهدي. مصطفى من كربلاء، السلام عليكم. مصطفى من كربلاء، الو السلام عليكم. السلام عليكم. اوه تلفزيون عالي نطيه. وعليكم السلام. اهلا يا مصطفى، مصطفى نص صوت التلفزيون نطيني اسم بابا. نعم؟ نص صوت التلفزيون نطيني اسم بابا. شنو اسم بابا؟ مؤيد. مؤيد؟ ايه. زين يلا جاهز للسؤال حبيبي؟ مصطفى مؤيد. زين جاهز للسؤال؟ ايه. زين انت باي صف؟ انت باي صف؟ صف اول؟ نعم. انت باي صف؟ ها؟ رابع ابتدائي. يلا خلينا نروح نشوف السؤال. اشوف السؤال. رابع ابتدائي. يلا. ما هي معجزة الرسول نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الخالدة؟ شنو هي؟ كلش سهلة، يلا. معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم. إجابة صحيحة. يا سلام يا سلام. الكريم على نبينا محمد. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. مشاركة. مشاركة. على قولة صديقنا سمير يقول مشاركة. إيه صدق سمير أنا كل شيء أحبه شو ما يجي. يا صديقي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله واسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. الله العلي العظيم. أحسنت. شكرا شكرا جدا. نعم أسأل إسماعيل اتصال عمو. أماني أماني ميثم عادة من بلد. أهلا ومرحبا بك يا أماني، كيف حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك يا أماني. أماني اسم الوالد، اسم بابا ميثم عادل. نعم ميثم. آه أماني ميثم في أي مرحلة دراسية؟ الثاني المتوسط. الثاني المتوسط جيد. إلى الثالث ومن ثم إلى الرابع ونذهب إلى السؤال. هيا نذهب إلى السؤال. من شروط الصلاة هي من شروط الصلاة هي ماذا؟ نعم من الشروط الصلاة. نعم. الوضوء. الوضوء. نعم صح. الوضوء. ما تقول يا سرحان؟ صحيح. ما تقول يا سرحان؟ ها؟ ما تقول؟ صحيح. إجابة صحيحة ورائعة. أحسنتي. ونستمع منك ونسمع منك مشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أحسنتي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتلكم. كبر مقتن. كبر مقتل مقتن. كبر هكذا. لو نتعلم هذه فقط لكنا نحن سعداء اليوم. كبر مقتن. كبر مقتن. كبر كبر مقتن. نعم تفضل. كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أحسنتي. وإذ قال عيسى وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تأذنوني وقد تعلمون إني رسول الله إليكم. نعم. فأما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. نعم.
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده. نعم نعم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أحسنتي أحسنتي صدق الله العلي العظيم. أحسنتي شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا جزيلا. ونعم يشارك مع سرحان. سرحان السلام عليكم. مع سرحان. هلا شلونك صديقي؟ هلا عمو. يا لو تعالي مو عمو أنا سرحان ما أعرف أنت. إيه يسلمون عليك عمو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحبوا بك. يلا شنو اسمك صديقي؟ حسن ميثم. حسن شنو؟ حسن ميثم. يا متنن حسن أنت يا صف؟ بالرابع. بالرابع يا تنام يا سلام. يلا خلينا نشوف المشاركة أو سؤال. سؤال سؤال وانا سؤال. يلا حيطلع سؤال. ما هي الصلاة اليومية الواجبة؟ يلا حلو. يلا ما هي الصلاة اليومية الواجبة؟ الظهر الصبح والعصر صحيح والمغرب والعشاء. جابة صحيحة. يا سلام يا سلام. وما تسمى الصلوات الخمس. الصلوات الخمس. الصلوات الخمس. نعم أريد منك مشاركة. مشاركة. صلاة الباب علينا تنتنيات الوداع وجاء الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفة المدينة مرحبا يا غير داع. مرحبا يا خير داع. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. صوتك جميل جدا. صوته جميل يا سرحان. زين أطلب منكم طلب. زين ممكن تقول هاي الأنشودة يعني سوية؟ سوية. نعم نقرأها. يعني البيت الأول مثلا مهدي، البيت الثاني عمو، شو تقولون؟ أنا ما أعرف. يلا تمام. يلا ابدأ يا مهدي. ولع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع جئت نورت المدينة. نعم. مرحبا يا خير داع. صوتك جميل جدا. شكرا لك يا سرحان. انتوا صوتكم مديناتكم اعلى من صوتي. يا تنام يا تنام كل شيء. صوتك يحتاج يا سرحان لدي حل لصوتك. يعني انا صوتي يحتاج بالتاكو كسوي. نعم تضرب تضرب بهذه المطرقه على فمك خمسه. لا لا تفعلها لا تفعلها. لا 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 سوي صوتي. لا 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 تفعل. لا هذا هذا مؤذي جدا. لا شوف تصرف خاطئ. عندنا كل حلقة لازم نسوي قرعة. صحيح. نشوف الأصدقاء اليوم. أطلع صوتي. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زين سحبنا الاسم هسه؟ يلا منه طلعاني؟ أنت ما سجلت اسمك أصلا. ليش؟ أنت غير تقول لي غدير حسين من كربلاء المقدسة. كل التوفيق يا غدير حسين. من فاز يا مهدي؟ غدير حسين من كربلاء المقدسة. غدير اسمه جميل. نعم شكرا. الغدير يا سرحان. نعم. بيعة الغدير كانت في السنة العاشرة للهجرة. كانت في السنة العاشرة للهجرة بيعة الغدير واسمها غدير. إذا سميت على اسم بيعة الغدير في السنة العاشرة للهجرة. نعم. شكرا. نعم. لهذه معلومة عمو. شكرا شكرا. أصدقائي إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أشكر ضيفنا لهذا اليوم وأشكر مهدي. وإلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. على أمل اللقاء بكم مع حلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. يا أمان الله. مع السلامة يا